استاذ عماد، واضح انه في تكتيك روسي يعني كأنه الروس يريدون اخلاء المدن يعني من خلال القصف الان على خيرسون وحركه النزوح من خيرسون ومن خلال استخدام سلاح البرد واستهداف البنى التحتيه في العاصمه تحديدا. اذا نجحوا بتحقيق هذا الموضوع، تفريغ المدن، تحويل العاصمه الى مدينه اشباح، ما خطوره هذا الامر؟ هم كما اشرتم يا سيدي هدفين اساسيين في الداخل الاوكراني، أن يكون هناك ضغط على المدنيين ليضغطوا على الحكومة أنكم أوصلتمونا إلى هذه المشقة في الحياة، فبالتالي يكون هناك تغيير حكومي بشكل سلس أو غير سلس. هذا ما تأمله روسيا داخل أوكرانيا. ولكن على المستوى سلس مفهوم، بس غير سلس كيف يعني غير سلس؟ يعني إما يكون يعني تدعم جهات معينة لإيجاد صورة مثلا انقلاب، مظاهرات، اعتصامات، ولكن الشعب الأوكراني كل النتائج حقيقة على أرض الواقع، وأنا أذكر حقائق حتى يعني تعين الدارسين أو الخبراء على الاسترشاد بها، فقط أنا أذكر حقائق واقعية تماما، أن كل الضربات التي استهدفت المدنيين هنا جاءت بالعكس، كل من كان متردد في مواجهة روسيا الآن يجتمع على أنه يجب مواجهتها لأنها تهاجم المدنيين. الهدف الثاني سريعا أريد أن أذكره، وهي تريد روسيا الضغط على أوروبا من خلال أن يكون هناك موجة جديدة للاجئين الأوكران الذين يزيدوا عبء الدول الأوروبية في استقبالهم، مما يعني أنها تحقق هذه الأهداف وبعد ذلك ترفع سقف مطالبها في المفاوضات كما تدعي أو تريد.